الهدف الثاني طلاب، ننتقل إلى الأهمية الزراعية لإقليم بلاد العراق أو بلاد الرافدين. لإقليم العراق أو بلاد الرافدين، هذا إقليم بلاد الرافدين، أيضا حددوا على المصور. هذا إقليم بلاد الرافدين طلاب، إقليم بلاد الرافدين كامل. إقليم بلاد الرافدين يشغل إقليم العراق الجزء الشمالي، هاي الجزء الشمالي الشرقي من الجهة الشرقية من الوطن العربي، يعني شمال شرق الوطن العربي في آسيا العربية، تفصله من الشمال جبال طوروس عن تركيا وجبال زاغروس عن إيران وتركيا أيضا، ويندمج في بادية الشام في الغرب وصحراء شبه الجزيرة العربية في الجنوب، ويطل على الخليج العربي بطول بهذه المنطقة، وأيضا يعد إقليم عربستان، هذا إقليم عربستان امتدادا طبيعيا للعراق من جهة الجنوب، امتدادا طبيعيا للعراق من جهة الجنوب. طبعا مثل ما ذكرت يقع إقليم العراق في الجزء تفصله جبال زاغروس عن إيران وطوروس عن تركيا وبادية الشام في الغرب وصحراء شبه الجزيرة العربية في الجنوب، ويطل على ساحل الخليج العربي بطول 90 كيلومتر، ويعد إقليم عربستان في جنوب امتدادا طبيعيا للعراق، وتتوافر المياه والتربة الخصبة بسبب مرور نهري دجلة والفرات، مما أعطاه أهمية زراعية كبيرة وأسهم في نشوء حضارات مثل البابلية والأكادية، ويتألف الإقليم من دولة واحدة هي العراق، عاصمتها بغداد، مساحتها 435 ألف كيلومتر مربع. في هذه الفقرة طلاب، الأهمية الزراعية في إقليم العراق أو إقليم بلاد الرافدين هي بسبب توفر التربة الخصبة والمياه الوفيرة، ووجود المياه الوفيرة والتربة الخصبة هو ناتج عن مرور نهري دجلة والفرات. وجود نهري دجلة والفرات أعطى أهمية كبيرة للزراعة لتوفر المياه ومن ثم التربة الخصبة، وأيضا نشأت حضارات قديمة في العراق مثل الحضارة البابلية والأكادية. يتألف الإقليم من دولة واحدة مثل ما ذكرنا هي العراق وعاصمتها بغداد ومساحتها 435 ألف كيلومتر مربع. عائشة عبد القادر. نعم أستاذ. فسر الأهمية الزراعية لإقليم العراق. يعني اقرأ هاي على اللوح أستاذ. ما بعرف. بسبب مرور نهري دجلة والفرات مما أعطاها أهمية زراعية كبيرة. تمام، هو أنا سألت سؤال إنه ما هي أهمية الزراعة بإقليم العراق؟ ليش في أهمية زراعية بإقليم العراق؟ الجواب بسبب مرور كبيرة. تمام، الله يعطيك العافية. نور الهدى عبد المعين. كم دولة تؤلف إقليم بلاد الرافدين؟ يعني اخرى يشغل اقليم اقليم العراق شبه الجزء الشمالي الشرقي من الوطن العربي في اسيا، الحدود اذا تفصل سلاسل جبال زاغروس وطاروس عن ايران وجبال وتركيا، ويندمج في بادية الشام في الغرب والصحراء شبه الصحراء الجزيرة شبه الجزيرة العربية في الجنوب، كما يطول على ساحل الخليج العربي بطول 90 كيلومتر. بعد إقليم عربستان في الجنوب غرب إيران امتداد طبيعيا للعراق. تمام. نور الهدى الله يعطيك العافية، لكن كان عندي سؤال راح أخذه من سيدرة تجاوبنا على السؤال. سيدرة أحمد. نعم أستاذ. أنا كنت سألت نور من كم دولة تتألف إقليم بلاد الرافدين؟ أستاذ من العراق.
دولة واحدة اللي هي العراق، مين عاصمتها؟ العراق بغداد. عاصمتها بغداد. بغداد عاصمتها بغداد، أحسن. بغداد. تمام. الأهمية زراعة الإقليم العراق هي بسبب مرور نهري دجلة والفرات مما أعطاه أهمية زراعة كبيرة، يتألف من دولة واحدة هي العراق وعاصمتها بغداد، ومساحته 435 ألف كيلومتر مربع.